انت دمرت سلطة الجزء 36، بيل من فيلم الجميلة والوحش، وجين من فيلم طرزان، هما الاثنين يبقوا قرايب، وتحديدا يعني بيل تبقى هي جدة جين. لو بصيت على الاثنين هتلاحظ الشبه ما بينهم، ده كمان الاثنين عندهم نفس الفستان الاصفر. وفي مشهد من مشاهد فيلم طرزان شفنا الطقم بتاع الشاي اللي كان موجود في فيلم الجميلة والوحش ظهر مع جين، في الاغلب هي ورثته عن جدتها، والاثنين تقريبا عاشوا نفس القصة لانهم حبوا رجالة فيهم طباع الوحوش.